وبالتاكيد كلامنا في الكره العالميه لسه متواصل، من الدوري الانجليزي للاسباني لدوري الابطال، كلام كثير جدا الحقيقه. مع الاستاذ الناقد الرياضي طبعا الاستاذ محمد همام، برحب بيه في البدايه. صباح الفل على حضرتك، سعداء بوجودك معانا دايما. صباح الفل على حضرتك وصباح الفل على الاستاذ هواند، وان شاء الله يوم جميل ان شاء الله على جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك. صباح الهنا استاذ محمد. وبص انا عايز ابدا معاك اولا كده سريعا بفكره التحكيم تحديدا في الدوري الانجليزي والواقعة الغير مسبوقه شويه، خلينا نقول برده بتحصل اخطاء تحكيمية، لكن ما اتكلم عن الدوري الانجليزي وخطأ زي ده، لا في حاجة مش مظبوطة، ايه اللي حصل؟ هو سيمون هوبر يعني هو حكم مثير لجدل شوية، لانه كان حكم مباراة ليفربول برضو مع مانشستر سيتي الموسم اللي فات في الدور الثاني، ووقع كانت طرد رودري ما طردوش، ونفس الواقعه دي حصلت مع جوتا في مباراه توتنهام الاخير، ان من خلال هو اداله انذار وبعدها اداله انذار تاني فطرده. في ماتش السيتي برضو رودري اخذ انذار، بعدها بدقيقه عمل مخالفه مع جوتا كانت برضو المفروض ياخد فيها انذار، لدرجه ان لعيبه ليفربول راحت احتجت للحكم وما ادالوش الانذار ولعب عادي. فالنهارده الواقعتين متشابهتين، طب ايه السبب؟ يعني ايه الفكره ان انت النهارده عملت كده؟ طب وانت ما عملتش ليه كده مع جوتا؟ حتى بنقول حتى يعني ايه يعني روح اللعبه شويه برضو، ان انت لسه مديله انذار، طب خلاص ممكن تعديها، خصوصا ان انت مدي طرد في الشوط الاولاني وشايف ان الماتش مشدود، طب ايه الفكره في كده؟ فدي كانت يعني نقطه من النقط. نتكلم على طبعا جون لويس دياز، كان جون طبيعي 100%، مش محتاج ان انا اصلا ارجع فيه للفار. النهارده حكم مساعد المفروض يكون مركز وعارف النهارده ان هو واقف صح، فارفع الرايه ليه؟ خصوصا شفنا الاعاده ان هو ما رفعش الرايه في الاول، لا ده هو استنى خالص لحد ما جاب الجون. طب خلاص يعني انت مفيش حاجه، طب انت ايه اللي خلاك ترفع الرايه؟ الفار يقول لك في مشاكل ومش مشاكل، وبناء عليه الاتحاد الانجليزي او لجنه الحكام بالتحديد بيان رسمي ان هو بيعلنوا بجون صحيح 100%، بجانب ان في عقوبات حصلت على الحكام بالفار ان هم مش هيكونوا متواجدين في مباراه تشيلسي وفولهام، بجانب مباراه امبارح نوتنغهام فورست وبرينتفورد. فكانت طبعا بيان رسمي صدر من ليفربول في الساعات الاخيره، وان هم كانوا مش راضين بالقرارات بتاعت لجنه الحكام بالزبط. بالعكس هم كمان شايفين ان ممكن يصعدوا الموضوع، وده حقهم، لان النهارده انت ماتش زي ده انت ممكن تضيع عليا دوري، وده فعلا حصل من سنتين فاتوا في مباراه توتنهام بالتحديد، وبرده كان كوره ما بين هاري كين وما بين روبرتسون، وكان المفروض هاري كين يطرد تمام، والماتش خلص 2-2 وليفربول خسر الدوري بفارق نقطه مع مانشستر سيتي. فالنهارده انت ما بتحمينيش، لا انت النهارده مفيش عداله تحكيميه في دوري انت بتقول عليه اقوى دوري في العالم. غريبه جدا فعلا. طبعا يعني بتكون فعلا احنا شفنا المباراه كان فيها جدل كبير جدا، لكن الوضع ممكن يتغير بالنسبه للمباراه مع الخطا الكبير للحكام. طبعا احنا بنتكلم بره ما بنتكلمش هنا، امتى ممكن يتدخل يبقى في تدخل قوي وحاسم من لجنه الحكام او من الاتحاد بشكل عام بالنسبه للدوري الاوروبي عامه او الدوري الانجليزي تحديدا؟ صحيفة ليفربول إيكو، وهي الصحيفة اللي تعتبر الصحيفة شبه الرسمية ليفربول، يعتبرها أن هي الصحيفة المقربة لنادي ليفربول، قالت وأعلنت أن ليفربول اعترض على البيان، بل بالعكس هو طالب بتغيير في نظام التحكيم ومستوى التحكيمي. وزي ما انا ذكرت من شويه ان انت بتتكلم ان دوري اقوى دوري في العالم، ما ينفعش يكون مستوى التحكيم بالشكل ده، وده حق طبيعي وحق مشروع، ومش ليفربول بس، انت بتتكلم في انديه البريمير ليج كلها. ان النهارده انت ما بتحمينيش، بالعكس انت النهارده ضيعت عليا قد يكون نقول فوز او تعادل على الاقل. انت النهارده يعني انت داخل المباراه اصلا كنت ممكن تتصدر الترتيب الدوري الانجليزي بعد خساره مانشستر سيتي من ولفرهامبتون، وانت النهارده بدل ما كنت في مركز اول لا انا بقيت في مركز رابع. طب النهارده انت عاوز ايه بالظبط؟ فانت بناء عليه دي مش اول جدل تحكيمي، احنا شفنا في بدايه السيزون من مباراه ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، حتى بعدها يورجن كلوب اتكلم قال طب ما هو انت النهارده بتعتذر او بتقول في احقيه جول. طب النهارده طب ما ده حصل مع ماتش ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، ايه اللي حصل؟ مباراه انتهت لمانشستر يونايتد واخد الثلاث نقط. فالنهارده انت بتتكلم حضرتك ان ده ثاني قرار مثير للجدل، في احنا لسه بنتكلم في 7 جولات. طب النهارده انت هنعمل ايه في الاسابيع الاخيره؟ لا النهارده يعني انت بتتكلم في فرق ممكن نقطه تفرق معاك في تتويج دوري وتفرق معاك في هبوط.